وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد خالد علي القلاف، مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. بعد التحية سيد خالد، هل لك أن تطلعنا على جهود التحول الرقمي في خدمات قطاع تنمية الصناعات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ يا هلا ومرحبا فيكم. في البداية مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا في إطار جهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، عملت الوزارة على تحويل جميع الخدمات المقدمة إلى خدمات إلكترونية من خلال قطاع تنمية الصناعة، واللي هو متمثلة في إدارة التنمية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية، واللي تعتبر من أهم أولوياتنا حاليا، اللي تهدف في تسهيل إجراءات وضمان سرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين. مثل ما نعرف الدور الهام للقطاع الصناعي في مملكة البحرين وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، تم العمل على تدشين 4 خدمات في عام 2017 عبر نظام صناعة، تلاها تحويل 11 خدمة أخرى في عام 2022، وتم مؤخرا تحويل بقية الخدمات والبالغ عددها حول 7 خدمات في نهاية العام الماضي. وبهذا نعتبر اللي هو كافة الخدمات القطاع تم إثبتتها التي يبلغ عددها حول 22 خدمة. نعم سيد خالد، ولكن كيف يمكن لهذا التحول أن يخدم التطلعات المستقبلية في ضوء استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي؟ في الواقع هذا يأتي التحول أو يعني كخطوة أولى من الأولويات التي تهدف لها حكومة مملكة البحرين، وفي تسهيل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وهم تبنتها الحكومة في استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تم الإعلان عنها في أواخر ديسمبر 2021 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، واللي خصصت محور خاص لتحسين تجربة المستثمرين، ويشمل عدد من المبادرات اللي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية مثل إعداد دليل موحد للحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية، وكذلك إعداد هندسة إجراءات الخدمات والعمل بنظام إدارة عملاء علاقات العملاء لتقديم حلول متخصصة للمستثمرين. نعم السيد خالد علي القلاف، مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.